حياكم الله أصدقائي. الساعة ستة إلا ربع، جوي قاعد وأنا من الصبح. أنا وهذا الحجي خطير، حطوني مغذي، لازم ما تاكل ولا تشرب من للظهر، بدي يسوي لي الناظور، حطوني هدوم مال العملية، أنا لازم ألبسها. قلت لهم راسي اللي وجعني، فقالوا لي لازم تتحمل، يعني ما اقدر انطق دوا، بس انطوني هذا المغذي وحطوه بي، يمكن شوية مهدئ. الحمد لله. شوفكم الدنيا شلون. هذا الحجي خطير. احنا هنا نايمنا حدود 8 الصبح، يلا تطلع الشمس، هاي اذا اكو شمس يعني. الحجي من البارحة لليوم بس يطقطق ويصفط، هو مريض طبعا، هو منتهي زين، شنو يطقطق يصفط براضه، هو بالليل ما سولف لكم المدافع اللي ضربها، انواع المدافع، والمدافع حتى كيميائية كانت، حتى كيميائية خطية. مريض الحجي، تحملت يسوي مخارج، قلت يلا خطية، نبغى لا أقدر أفتح الباب، لا أقدر أسوي شيء، لبست الكمامة وحتى ميم الكمامة دخلت الريحة. لما تقول لحجي شو متغدي، ما تقول لي شنو حشاك، شنو كان لبلبي، بانية، فاصوليا يابسة. لا كل شوي يجي يفتح الجنطة مالته ويروح، يفتح الجنطة ويروح، خبرنا من الجنطة والله العظيم جنة ببيتي الله يرحمه، كل ساعة فاتح الجنطة وسادة، والجنطة مالته من الشنط القديمة كلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. مستمر بتعديل الكندور مالته، مستمر غير يجوز. أنيق الحجي، حاط عطور ومعطر ومشط شعره. راح قاعد يسولف لي، يقول أنا يعني كنت بعمركم كنت أدخن هواية وأدخن بشراهة، ولحد ما كبرت بين علي الدخان اللي دخنته، وسووا له عمليات بالرئة مالته، وهسه حاليا هو عايش على الأكسجين، ياخذ الأكسجين مالته وين ما يروح وياه، بس هذا صوت التنفس مالته، هذا صوت الرئة مالته. في اللي بينه لا تدخن انت، فحاول تترك التدخين بعدك صغير، قلت له عمره 40 سنة، كل اللي ما يخلف حاول تترك التدخين، بس هو ماكو شي مرتب. ف
ارجع مرة. انا ما اريد اشوف بانه عنده صورة عيب، لانه اروح اليوم ثالث يوم، احتمال اليوم ان شاء الله اخلصها، نشوف الطبيب ايش راح يقول، ايش عندي، احتمال حيقول لي انت عندك زويد في المعدة، انتظر الطبيب يشوف شو يقول، بعدين وراها اقرر بانه اقل يوم لو اطلع. طبعا الحمد لله والشكر، جو علي الساعة 12 على غفلة مثل القدر المستعجل، أدروني ترى مزبنج بعد وجسمي كله ثقيل ولساني ثقيل، جونا الساعة 12 وهسه ساعة بالوحدة، سووا لي الناظور، ما أوصف لكم شنو اللي صار بيه، حتى عيني قلت توجعني من ورا الناظور. حطوا فتشي بخشمي وحطوا فتشي بحلقي وحطوا فتشي بحلقي وما اقدر اسد حلقي، وضربوني البنج وما حسيت الا فد ريحة نعناع، شلون احنا نقول هذا النعناع القوي اللي يحرق، حيد الريحة ضربت بعيني عندي توجعني، وما حسيت بكل شيء الا صارت بال وحدة اللي ربوها، لقيت نفسي بصالة وقاعدوني من النوم، قالوا لي دوبست فاتش انت خلصت. يا بعني ايش عندي جاء تنكشن فيلن دانك، يا بعني ايش عندي، ما حد يقبل يحكي. سألت الممرضة تقول لي يعني نيكس ما عندك شيء، طيب وين الطبيب وين التقرير، ما يقدرون يجاوبون. طبعا من عندي اظل قاعد ساعة كاملة بالفراش ما اتحرك وما اشرب ولا اكل لحد ما يفكني البنج. طبعا اختنقت، والله اختنقت بس ان شاء الله اليوم يعني اعرف شنو صار، ايش راح يسووا لي، وان شاء الله بانه يوم ما اطلع اروح للبيت. والله مشتاق للجهال، مشتاق لزوجتي هم، بس ان شاء الله اليوم يعني اطلع اروح للبيت او يبيتوني، يعني اذا بيتوني فمستحيل يعني السبت يطلعون الواحد ولا الاحد يطلعون الواحد، يعني راحت لحد يوم الاثنين. وما أسألكم شلون الحياة هنا مأساوية بداخل المستشفى، صح يعني كل شيء تريد أنت موجود، بس يعني ما تقدر، ما حد يقدر يتحمل حياة المستشفى. أحس بنفسي شلون واحد سكران، لسانه ثقيل، عيونه ما يقدر يفتحها، خشمه ما يقدر يتنفس بيه صحيح، المشكلة بأنه هاي حسها ما تقدر افتحها، لأنه حسيت النعناع اللي طبب خشمي ضربه هنا كله. حتى حمرة. يعني طلب الطبيب من عندي بانه استرخي وما اخاف، حط له ذني كل المواد وهاي، بعدين وراها قال اخذ لك المخدر، قلت له اي، قال لي هاي ايش قد، قلت له واحد، قال هاي ايش قد، قلت له سفاي، خلص راح يبغى العالم. ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله. والله صار لي كم يوم ما مصلي، أوه.
الحمد لله والشكر، طلعت من المستشفى وجابوا لي جهالي ومرتي هاي الباقة الحلوة، ريحتها تخبل مثل ريحتهم. والتقارير اللي طوني اياها بها انواع الامراض، قرحة بال12، المرارة بها مشكلة، والقالون. ان شاء الله لا يشوفكم هذا المرض، والله لا يشوفكم هاي الامراض، والله لا يشوفكم دخول المستشفى. والله تشفيني شر الحاكم والحكيم. شكرا لكم.